مستشارة رضاعة تبعية تخصص يعتبر غريبا في مجتمعنا المغربي، على اعتبار أن الرضاعة الطبيعية لا تحتاج إلى استشارة متخصص، بل هي مسألة فطرية ربما تحتاج أحيانا نصائح من الأمهات أو الجدات أو حتى الصديقات. ومن أجل التقرب أكثر من هذا المجال التقينا مستشارة رضاعة طبيعية خديجة أشطيش التي تشتغل مهندسة دولة في الإعلاميات. فكيف تعرفت على هذا التخصص الذي حصلت فيه على دبلوم من الجامعة الأمريكية ماساتشوستس؟ النهار اللي عرفت راسي أنني حاملة مشيت كنقلب شنو هي الحبالة، شنو هي الولادة، شنو كيخصني دار، شنو لي بون براتيك، شنو ديكشي كامل. وعرفت أنه كاينة واحد أن الرضاعة الطبيعية ما بقاتش واحد الحاجة اللي تنعرفوها غير لما واتنا، وأننا كنجيبوا المعلومات غير في المعلومة اللي جبناها، أنه ولا تخصص علمي ولا مستشارات ومستشارين في الرضاعة الطبيعية. حسب الام وهي شنو هو لو بيزوان اللي عندها، شنو هو الحاجه اللي محتاجاها، شنو الاحتياج اللي كاين عندها. كاين اللي كتبغي معلومات قبل من هذا، قبل ما تولد كنقدروا نمشيو نديروا معها زعما تما كتولي لا فورما، كنعطيوها المعلومات الكافيه، تنقدروا نتصنتوا ليها، نفهموا التخوفات ديالها. يعني هنا ما تيكونش بزاف لو كوتي براتيك، يعني ما غاديش نقدروا نوريوها لي بوزيسيون، كيفاش خصها تردا، كيفاش خصها تجلس، الا في الحاله ديال الا كتب الله وجاب الله ولاده قيصريه كيفاش ممكن انها تردها الى اخره. وكاين من بعد عاوتاني فاش يلاه كتولد كاين اللي كتبغي انك تجي عندها الكلينيك ديريكتومون باش توريها شنو خصها دير، كاين اللي حتى كطيح في مشكل عاد كتعيط ليك راه كاين مشكل خصنا نحلوه، كاين اللي ملي كتبغي ترجع للخدمه عاد كيخصها كيفاش غادي تجيغي هذاك على حساب لومبلوا دو طون ديالها هي، وكاين اللي حتى فاش كتجي تفطم كتجيها شويه صعيبه واش تفطم بشكل مفاجئ، واش دير داكشي بشكل تدريجي الى اخره. دونك كل مرحله عندها الخصوصيه ديالها وعندها لا بارتيكولاريتي ديالها، وعندنا حنا كيفاش غادي ندخلوا في هذيك المرحله. منذ 4 سنوات فقط أخذ هذا التخصص يظهر في بلدنا، بعد أن كانت انطلاقته الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية في الثمانينات، علماً أن عدد هؤلاء المستشارين لا يتجاوز في المغرب 12 مستشاراً ومستشارة، يتمركز أكثرهم بالدار البيضاء، 3 بالرباط، ومستشارة واحدة فقط بمراكش. ويبقى السؤال، هل من المتاح أن تتواصل المغربيات مع هؤلاء المستشارين؟ المحيط ديالنا ما تعطيناش بزاف ديال النصائح، ولا أغلبية النصائح اللي كاينين تكونوا إيغوني. دونك قلبت على نقولوا اون اوتر سورس دانفورماسيون، دونك لقيت دي جروب كي سون سبيسياليزي سور فيسبوك، هي باش عرفت تماك كاينين مستشارات في الرضاعة الطبيعية. الحمد لله في لو برومي اليتمون جي با يو ريكور ليهم باسكو ما كانش عندي مشكل، ولكن في الثانيه يا وي ان بيتي سوسي، دونك داكشي علاش التجأت للمستشاره في الرضاعه الطبيعيه اللي جات عندي وعطتني نصائح. شافت الوضعيه ديال اليتمون، لا كوريجي كلكو زيرور pour justement éviter ou là pour on va dire pour régler avec le problème. Merci.